السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا داخلين على عيد ومواسم العيد وجمال العيد، بنجهز لكل حاجه تخص العيد. مش هدخل في موضوع حريقتي زي العاده، واخلي الاستاذه هي. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير يا استاذه ايه، نورتي اسرار الحياه ودايما يا رب منوره بيكي. بنورك يا استاذه، ربنا يخليك. طبعا ارحب بالساده المشاهدين، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. وكالعاده كل يوم سبت بيبقى معانا ضيف بنتعلم ونستفيد من سر من اسرار المهنه بتاعته. والنهارده الصراحه احنا مش بنحرمكم من حاجه، احنا النهارده جايبين لكم سيزون العيد كله هنتكلم فيه عن حاجات مهمه احنا بنرتبها علشان العيد. اول فقره عندنا هنتكلم عن كفرات الانتريهات. طبعا لما نتكلم عن كفر الانتريه فده شيء اساسي، كلنا بنخاف على الانتريه بتاعنا، كلنا عايزين نحافظ على الانتريه بتاعنا، فبنضطر ان احنا بنجيب كفر ونحطه على الانتريه، بس مش اي كفر، لازم اهم حاجه جوده وماتيريال كويس عشان نحافظ كمان بيها على الانتريه وعلى جوده الكفر. طبعا مش هقدر ادخل في الموضوع لان انا معايا قائده من قوات كفرات الانتريهات، استاذه جميله، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذه هند، منوره الدنيا. اهلا يا استاذه ايه، انا سعيده جدا ان انا مع حضراتكم. ربنا يخليكي يا استاذه جميله. قبل ما نبدا اي كلمه واي سؤال، عاوزين حضرتك تعرفي نفسك الساده المشاهدين بشركه حضرتك. انا جميله فاروق، خريجه ليسانس، انا ليسانس لغه عربيه جامعه القاهره. تمام. صاحبه شركه كفرات الانتريه جنى تي في شوب، والبيج بتاعتي اسمها جنى تي في شوب. تمام. وطبعا انا وزوجي، مش انا لوحدي، زوجي عمرو فريد، احنا اصحاب الشركه واصحاب البيج. حلو جدا. حلوه الفكره دي. طبعا، بس طبعا الفكره عايزين نعرفها ازاي جات لك الفكره يا استاذه جميله. والله احنا كنا موظفين عادي، وبعدين حبينا ان احنا نعمل مشروع عشان نزود دخلنا ونحسن من مستوى المعيشه. فطبعا اشتغلنا في التجاره الاول، وصفحتنا كمان اسمها جنى تي في شوب، احنا ما غيرناش الاسم لان احنا معتزين بها جدا. اشتغلنا في منتجات التي في شوب اللي كانت بتيجي من الصين وتركيا وكده. تمام. فتره، وبعد كده ظهرت كفرات الانتريه، لقينا ان السوق المصري محتاجها فعلا. وفي دول بره كتير بتعملها، اكيد احنا ما كانش في عندنا حد خالص بيعملها. لا يعني افهم من حضرتك مش مجرد بتشتري المنتج وتبيعي، لا انتوا بتصنعوه. لا يا فندم، احنا كل حاجه، احنا تصنيع من البدايه، من بدايه الغزل من مصانع الغزل. تمام. وبعد كده بقى ستيب باي ستيب لحد ما بيوصل للعميل في البيت. تمام. يعني واخدين خطوه بخطوه كل حاجه. المصنع متكامل من كله. وهما كمان طبعاً. على ما اعتقد ان حضرتك مش كفرات انتريه بس، ده انت حضرتك يعتبر براند في المفروشات. احنا الحمد لله براند، وبقى لنا اكتر من 10 سنين في المجال، واول اسم في المجال يبقى يكون في مصر. احنا بعد كده طبعا اتقلدنا، لكن احنا الحمد لله كنا اول ناس. بمناسبه التقليد، ازاي اعرف الاصل من التقليد؟ حضرتك من سمعه الشركه. يعني انا شغل حضرتك، الفكره اللي شغل حضرتك اكيد في كتير جدا بيقلده، فازاي اقدر اميز كتير؟ الخامات والجوده هي اللي بتبان بقى، الخامه والجوده. وبعدين حضرتك احنا لينا تاريخ، يعني احنا الناس العملاء بتوعنا من حوالي 10 سنين عارفيننا وبيتعاملوا معانا. واكيد في حاجه بتميزك عن غيرك. الماتيريال، أكيد الماتيريال طبعا. عندنا احنا احنا ما عندناش نهج ان احنا نخفف الماتيريال ونخفف الخامه ونقلل السعر. تمام. ده مش عندنا خالص. ومش منطقي الناس اللي بتدور على السعر الرخيص. يعني انصح كل ست بيت ما تدوريش على الرخيص، لان الرخيص مش هيعيش معاكي. لا، الجوده هتكون اقل كتير. كخامه وكتقفيل وككل حاجه وكمقاسات وكل أكيد. حاجه. اكيد اكيد. احنا برضه يا استاذه ايه لما بنيجي ندور احنا كستات بيوت، في حاجه بتقول لك الغالي تمنه فيه. يعني الحاجه الغاليه احنا مش اسعارنا مش غاليه برضه. احنا اسعارنا في متناول الجميع. هي مش غاليه للدرجه، بس ما تجيبش الحاجه بس الخامه تقيله، بحيث ان لو حاجه اتقلبت عليها ما تنزلش تحت، لا بتفضل في الكفر وسهل ان هو يتغسل ويتعمل. ممتاز. طبعا عندنا تعدد كبير جدا جدا في الالوان. طبعا احنا اول ما بدانا بالكفر الكابتوني. طبعا الكابتوني ده اخترنا افضل خامه. انا صور حضرتك ما شاء الله، يعني الشغل ممتاز. ده كابتوليكرا، ده جمعنا ما بين الكابتوني والليكرا الكوريشه، وده حضرتك الجاكار الاسباني، طبعا هو متصنع في مصر. يعني ده ميه عصير، اي حاجه تتكب مش هيأثر فيه. كل حاجه صناعه مصريه، بدايه من الخيط للبيت زي الفيديو اللي احنا عملناه. احنا بدايه من مصنع الغزل. تمام. فالخامه عامه ما كانتش متوفره في مصر، فاحنا برضو دخلنا، يعني دخل مصانع غزل اشتغلت في الخامه. تمام. الاول كان بيشتغلوا لينا احنا، دلوقتي طبعا السوق بقى مفتوح، في ناس كتير بتشتغل أكيد في المجال. المجال بقى مفتوح، فبقى في اكتر من مصنع غزل بيشتغل في حاجه ما كانتش موجوده في مصر اصلا. ممتاز. والكابتونيه بتاعنا الكابتونيه الاصلي.
ايوه كان في تقليد فيه على فكره، كان في وللاسف ناس اشتكت منه جدا. ده ناس بتعمل حاجات بينزل مش شامه حضرتك. ايوه برافو عليكي. بوليستر 100%. لكن لا احنا عندنا خام نسبه القطن فيها عاليه والماتيريال عالي جدا، وطبقه الفايبر رول اللي متبطن بيها الكابيتونيه عاليه وسميكه. حاجه قيمه جدا. تمام كويس. وعاملين ميكس من الالوان طبعا، بني في بيج، بني في كافيه، بتنجاني في كشمير، كحلي في جراي. حلو الالوان اللي تمشي مع بعضيها. ايوه بالنسبه طبعا لكل ست بيت بتحب تجدد. تجدد من الالوان كل شويه، انا عايزه اجدد اللون، عايزه اكسر الملل. اكيد اللون هو هو بالظبط كده، لان اي حاجه بتتحط في البيت بتغير اصلا شكل، بتديك حتى براحه نفسيه. وغير كده الاطفال يعني بتعمل حاجات كتير جدا في الفرش، يعني فطبعا طبعا احنا حاجتين عشان تحافظي حضرتك على الفرش وفي نفس الوقت تجددي شكله ويبقى عندك كل شويه شكل جديد. انا برضو كنت بسالك يعني لو طفل كب عصير ميه ما ياثرش في اي حاجه؟ طبعا الكابيتونيه اوكي، هو في نسبه ووتر بروف عاليه وما ياثرش. اي خام الخامات دي ما اقدرش اقول لحضرتك ان هي ووتر بروف لان هي ده قماش، لكن أكيد طبعا هيتقصر. طبعا هيلحق يعني لحضرتك لو حد كب حاجه حضرتك الخامه تقيله بسرعه. طبعا الخامه تقيله حضرتك، الخامات تقيله ممكن حضرتك تلحقيها بسرعه وتتشال عادي جدا. يعني هتحافظي برضو على الطقم بتاعك. برضو كان في سؤال احنا عايزين نعرف، حضرتك درست المجال ده ولا كان هوايه؟ لا والله هو جه هوايه، وخدنا ستيب باي ستيب كده الاكسبيرينس في المجال وفي الخامات وفي التقفيل. طبعا انا ماليش في شغل التصنيع وان انا اقعد على مكنه وكده، فكنت بستعين بايدي عامله وكنت بدور دايما على ايدي عامله ماهره عشان تطلع لي شغلي في احسن صوره. فالحمد لله اخذنا طبعا اكسبيرينس كويسه جدا. اللي انا درسته التسويق عشان افهم واعرف ازاي اسوق شغلي نفسي، لان انا كمان كنت بسوق في وقت حضرتك التسويق الاونلاين كان لسه، يعني حضرتك من 10 سنين ده كان التسويق الاونلاين ده لسه حاجه، وكانت الناس كمان خاف. كانت لسه كنت اقول كانت الناس بتخاف منه، ما كانتش بتخاف من الاونلاين. لا حضرتك احنا الحمد لله عندنا كمان فريق من المناديب الشحن، وده بقى اللي هو شغل زوجي. تمام. دي مناديب متدربه وعارفه بتعمل ايه، وبتدخل للعميل وبتفرش له الحاجه وبتطمن. حلو جدا. طبعا حضرتك يعني حضرتك مش باخدها كده بالكيسه بتاعتها واديها للعميل؟ لا العميل. لا بفرشها كمان مع شركات شحن حضرتك، ديليفري بتسلم حضرتك من الباب وتمشي. لا حضرتك احنا عندنا فريق من مناديب الشحن متخصصين، فاهمين بيعملوا ايه، فاهمين بيفرشوا زي اللي قدامنا ده دلوقتي. تمام. فاهم هو بيعمل ايه، بيدخل عند العميل يفرش له ويطمن العميل، يطمن الماتيريال تمام، المقاس تمام. واحنا الحمد لله اخذنا اكسبيرينس كافيه بحيث ان احنا يعني من مجرد ان احنا الصوره بس، العميل بيبعت لنا الصوره بعرف المقاس. والله يا استاذه جميله انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا الاعداد والكنترول لما دخل على الصفحه بتاعه الاستاذه الفيديو بتاع حضرتك كان متعجب جدا من كميه الريفيوهات الكويسه اللي دخلت. الحمد لله. كلهم الخامه كويسه، الماتيريال كويس، يعني احنا حتى استغربنا يعني كميه الريفيوهات دي مش ناس يعني مش مجرد ناس هتيجي تكتب ريفيوهات وخلاص. لا الحمد لله يعني دي شهاده طبعا من العملاء كويسه لحضراتكم. الحمد لله استمرار. ايه اول حاجه حضرتك عملتيها عشان تعجب الناس قوي كده؟ هو اول حاجه عملناها الكابيتوني. يعني كانت ايه ومين اللي شجعك اساسا؟ هو انا من كل بدايه في حد بيشجعنا بيقول لنا انتوا ممتازين اشتغلوا على نفسكم. العملاء العميل حضرتك، العميل لو لقى منتج ناجح، مش عايز اقول لحضرتك ان الكابيتوني ده نجح قد ايه، لان كان السوق المصري متعطش ليه جدا جدا. ما كانش موجود حاجه، مش موجوده في السوق المصري، وكفر الانتريه بقى زي الملايه وزي الستاره وزي كفر السجاده. ايوه بالظبط بقى اساسي. حتى العروسه دلوقتي اللي بتبقى بتفرش بتجيب كفر الانتريه، فاصبح منتج اساسي في البيت المصري. ايوه طبعا زوجي شجعني جدا، يعني ربنا يكرمه. طبعا لان يعني احنا في الاول كان الموضوع بالنسبه لنا خايفين، احنا داخلين على منتج مش على مجال موجود ومجال مش موجود في السوق المصري خالص. فهو طبعا يعني كان دعم كبير جدا ليا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. اشتغل حضرتك في كل المحافظات؟ طبعا في كل المحافظات. تقول لحضرتك احنا عندنا عربيات شحن ومناديب شحن، بنطلع كل المحافظات الحمد لله. كمان من اهم حاجه الشغل الاونلاين المندوب. لازم الميعاد يبقى كويس، يعني حضرتك مثلا يقول له جاي لك مثلا النهارده او بكره بيجي في نفس الميعاد. معلش اقطع حضرتك يا استاذه هند، معانا استاذه رشا. الو الو السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور يا فندم، منورانا. بس نعرف راي حضرتك في شغل مدام جميله عامله ايه؟ الحمد لله يا استاذه رشا.
بجد بجد انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. عفوا حبيبه قلبي، ربنا يكرمك. شغلها يعني ممتاز ولا ايه بالظبط؟ بس عشان اشكرك قدام الناس كلها بجد عن الكفرين الجمال اللي انا خدتهم من حضرتك. العفو يا استاذه رشا. الخامات والماتيريال ايه يا استاذه رشا؟ لا الخامه تحفه بصراحه، انا خدت منها كفر من سنتين، المقاس مظبوط جدا، الخامه الله اكبر عليها، ما حدش شافها الا ما شكر فيها. الحمد لله الحمد لله، بقيت زبونتها وكل اللي دخل عندي بقى زبون كمان عندها. بجد ما فيش مصداقيه في الاونلاين زي ما لقيت مع مدام جميله خالص. شكرا يا استاذه رشا، شكرا لحضرتك. حضرتك يا فندم الف شكر. دي مصداقيه جميله جدا. كمان المصداقيه هي اساس يعني العميله مصدقية. كمان هتقول لحضرتك يعني على فريق الكول سنتر، انا معايا فريق كول سنتر رائع، بنات وسيدات، ودي برضو فرص عمل وفرناها الحمد لله لبنات وسيدات. بنات بترد على البيتجات، احنا 4-5 بيتجات على فكره، بس احنا البيتج الاساسي بتاعنا والرئيسي جناتي بيشوب، احنا سوق اونلاين والبيت العصري ومودرن هاوس، فيعني احنا معانا الحمد لله فريق متكامل الحمد لله من البنات والسيدات. واي بنت عايزه تشتغل او تزود دخلها من البيت او سيده لسه عايزين نتكلم عن تشغيل الايدي العامله بقى، يعني يعني دعوه دلوقتي من برنامج اسرار الحياه لاي حد عايز يشتغل في مصنع الاستاذه جميله الاستاذه عم. طبعا الارقام دلوقتي ظاهره على الشاشه، فيتصل وهي تحت امره في اي حاجه. طبعا تحت امره طبعا، سواء في مجال الشحن او لو هو يعني في مجال الشحن او مندوب وعايز يجي ويتدرب ويعرف ازاي يفرش الكفر وازاي يسلمه. اوكي، سواء في مجال التصنيع ويعني على مكن الاوفر او السنجر او الاستيك، احنا عندنا انواع كتيره جدا من المكن، او في الكول سنتر لتسجيل الاوردرات مع العميل. حلو جدا. طبعا حلو جدا. عاوزين بس نعرف المركز الرئيسي لمصنع حضراتكم في التجمع الاول. فين؟ في التجمع الاول، يعني حاجه قريبه مش بعيد جدا. الحمد لله. ممتاز. بتوصلي لكل المحافظات قلتيني؟ بنوصل طبعا لكل المحافظات. طيب مصاريف الشحن بتختلف؟ طلعنا شغل كمان بره مصر. مصاريف الشحن بتختلف؟ اكيد اكيد مصاريف الشحن بتختلف داخل القاهره غير اي محافظه ثانيه. في حضرتك عربيه مخصوص بتسافر للعميل، ومندوب بيدخل يفرش زي ما قلت لحضرتك. تمام تمام. طيب ايه اكتر تصميم حضرتك عملتيه وبعد كده قلت لا ده كده فتحت خير، دي رساله من عند ربنا ان انا اشتغل في المجال ده؟ الحمد لله رب العالمين، مفيش تصميم عملناه ما نجحش. طب الحمد لله بفضل الله. طب شهود. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بدايه من الكابيتونيه انتقالا للكرة الكوريشه. الكرة الكوريشه كان مصنع واحد بس في مصر بيعملها. بعد كده طبعا بقى اكتر من مصنع غزل بيصنعها. بعد كده الجاكار طبعا بكل نقوشاته الوانه واشكاله. تمام. داخلين ان شاء الله على منتج جديد لكرة استريتش مش موجود في السوق، وان شاء الله ده هيكون مفاجاه جديده بعد يومين باذن الله. ان شاء الله يومين بالكثير هتلاقوه نازل على الصفحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عايزين بقى في جمله كده صغيره تعرفي شركه حضرتك. عيمية حضر. احنا مصنع لتصنيع كفرات الانترين والسفره والصالون والركنه. حضرتك احنا بنستقبل الاوردر من العميل مجرد ان هو بيبعت لنا الصوره بس، ما بيبذلش اي مجهود ان هو ولا نقول له ارفع علينا مقاسات ولا حد يروح يدخل البيت ويرفع مقاسات ويرجع تاني والقصه دي. لا لا لا، احنا بنريح العميل جدا. مجرد ان هو بيبعت لنا الصوره خلاص يتم. تمام يا فندم. جميله طبعا يا فندم، حضرتك خبره 10 سنين يعني فالحمد لله رب العالمين. خلاص يعني مجرد ببص للصوره بعرف. جميل. خلاص فيعني احنا الحمد لله بنبدا من تعامل مع مصنع الغزل. بعد كده احنا بنصنع كل حاجه ستيب باي ستيب. الكفر اصلا بيدخل على اكتر من مرحله. تجهيز القص طبعا في الاول، قص الخامه نفسها سواء لكرا او جاكار. بعد كده تجهيز الكورنيش اللي حضرتك شايفاه من تحت ده بيدخل على مكان استيك. بعد كده بيدخل على مكان سينجر. بعد كده بيرجع تاني يتقفل الطقم على الاوفر. طبعا احنا عندنا المصنع والناس اللي شغالين العماله اللي شغاله بتبقى مراحل ورا بعضها، كل واحد بيعمل مرحله. وكل الناس بتكمل بعضها اكيد طبعا. بس بعد كده بننتقل للاداره والشحن اللي هو شغل زوجي اكيد. النصايح بقى اللي حضرتك ممكن تقدميها للعميل علشان قبل بس النصايح استاذه انت كنت عاوز اعرف الاوردر بيوصل في خلال قد ايه؟ داخل القاهره دايما بتسال. يوم يومين اقصاها ثلاثه. حلو ده في القاهره او خارج القاهره؟ لا المحافظات خلال اسبوع. يعني مثلا حضرتك ايوه عشان عقبال ما يوصل ويتشحن. هو زي حضرتك من اسكندريه وانا عندي العربيه مسافره اسكندريه بكره، هيوصل حضرتك بكره اكيد.
تمام. لكن سي حضرتك عملتي معايا الاوردر ولسه العربيه كانت راجعه، فهناخد كام يوم عبال ما ابعت العربيه ثانيه لنفسك على علشان لكن مش اكتر من اسبوع خالص. حلو جدا. طبعا نرجع بقى لسؤالنا، ايه النصائح اللي ممكن حضرتك تقدميها للعميل؟ مداخله استاذه نورا. الو 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 استاذه نورا. ايوه مع حضرتك. نورتينا يا فندم. متشكره قوي. معاكي مدام جميله صاحبه جنى تي في شوب. اهلا بيكي يا حضرتك. انا جميله استاذه رانيا. صح رانيا. مدام رانيا ازاي حضرتك؟ رانيا ازيك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ازاي حضرتك مدام رانيا؟ الحمد لله تمام. انا حابه اشكرك على الخبرات الجميله اللي بتعمليها، وبجد شغل ممتاز وخامه كويسه جدا وتعامل حلو قوي ومواعيد مظبوطه. اشكر حضرتك جدا. ربنا يوفقك يا رب. اشكرك يا فندم. اشكرك حضرتك جدا يا مدام رانيا. شكرا صراحه. من السويس. من السويس. وانا كنت لسه راح بقول يعني العملاء بتوع حضرتك لما شافوكي دلوقتي بيحبوا طبعا يوصلوا دي رساله يعني امانه لله. لازم يوصلوها لحضرتك. الحمد لله. فطبعا مش اي حد هيرفع سماعه التليفون ويتكلم عن شغلك الا لما يكون فعلا واثق فيه. الحمد لله. لا وشغل حضرتك بيتكلم عنك بمعنى صح. يعني الحاجات اللي احنا شايفينها ديت قدام الساده المشاهدين على الطبيعه، الخامات والماتيريال والفينش وكل حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كويسه جدا وتستاهل مننا طبعا تقدير واحترام. ارجع لسؤال اللي مش عايز يتسال. عايزه نصيحه لحضرتك للي بياخد مني كفر انتريه، ازاي يحافظ عليه؟ يحافظ عليه الغسيل بميه بارده، ويا ريت يتغسل لوحده وما يتغسلش مع حاجه ثانيه. تمام. بس مش اكتر من كده. يتحط في الاوتوماتيك عادي ويتعصر كل حاجه؟ عادي ويتعصر عادي. احنا الحمد لله خاماتنا كلها الليكرو اللي فيها ما بتفكش ابدا مهما اتغسلت ومهما حضرتك شلتي وحطيتي وفرشتي. يعني انا نفسي عندي في بيتي وحاجات وبقى لها سنين والدنيا تمام الحمد لله. الحمد لكن لله. لكن ما فيش بقى يكرمش او لا 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 لا. يكش ولا الحاجات اللي احنا عندنا الكلام ده. لا لا الحاجات دي الحمد لله يعني. الحمد لله. في ضمان سنه بقى له على الموضوع ده ولا لا؟ ضمان 10 سنين. تمام. واثقه. مش سنه بس. واثقه مش واثقه. لا يا جماعه بقى يعني انت عندكم البيج هو وضمان 10 سنين يعني دوبوا براحتكم وهي واثقه من المنتج بتاعها. ان شاء الله ان شاء الله. هو ايه اللي يضمن للعميل طيب ان انا لو طلبت اوردر مثلا يوصل لي زي ما هو؟ انا شفت كفر حلو طلبت ده يوصل لي زي ما هو زي اللي انا شفته. حضرتك المندوب. لان اكيد التصوير بيختلف يعني. اوكي. اكيد. حضرتك المندوب بيوصل لك لحد البيت. تمام. بيفتح لك الكفر ويفرشه لك على الطقم بتاعك. بيتفرش. طبعا. يعني مش بيديك الشنطه كده وخلاص. المندوب مش دليفري، المندوب ده واحد احنا مدربينه. المناديب فريق زوجي مدربهم ان هم ازاي يفرشوا، ازاي يدخل عند العميل بادب، ازاي يكون واجهه للشركه. اكيد اكيد. ازاي يتكلم بذوق، ازاي يكون حذر جدا في تعاملاته. فحضرتك بيدخل لك المندوب وده واجهه ليا وبيفرش لك الحاجه وبتطمني حضرتك، ده اللي يضمن لك حضرتك. أكيد. ما بتدفعيش الفلوس الا لما تستلمي. من كده حضرتك بتستلمي والحاجه بتتفرش قدامك عاجباكي. اوكي. حضرتك بتحاسبي المندوب. تمام. بس ايه المشاكل اللي واجهتك بقى في الاونلاين؟ يعني اكيد لكل مشروع فيه سلبيات وايجابيات. ده كتير يعني، ده كتير قوي. عايزه الكفر ده يعني تمام تمام تبقى قاعده فاضيه. وشكرا على كده. للاسف ده الاونلاين. بتحب تهزر. طبعا احنا ناس ما عندناش وقت للهزار. لا طبعا يعني احنا ده شغل. البيجي معمول للشغل. حضرتك بتكون ازاي عليهم بقى؟ لان حضرتك يعني ايه العميل بيعمل الاوردر. حضرتك مش العميله مش فاهمه يعني تعمل اوردر في كام فرد هيشتغل في الاوردر ده. تمام. وهياخد وقت قد ايه وهياخد مجهود قد ايه كتير. وهياخد قماش قد ايه وهياخد ومندوب هيجي لك لحد عندك. فيعني الناس يعني تبقى زي ما احنا بنشتغل بجديه كمان هم يشتغلوا. اللي بيطلب برضه بجديه. اكيد. دي اكبر مشكله لكن اكتر من كده تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وطبعا التقليد بقى الشركات اللي بتقلد. انا برضه عايزه اعرف ازاي الاونلاين تقليده سريع جدا جدا جدا. مسافه ما بينزل السوق هو بتقلد تاني يوم. حاجه صعبه جدا. المنتج ينجح يعني انا تعب فيه جدا في اختيار الخامه واختيار المقاسات واختيار كل حاجه. اكيد في حاجه كده مميزه عنهم. اكيد اكيد. طب اكيد حضرتك عارفها. حضرتك خامتي وتقفيلي ومقاساتي عندي ثلاث حاجات. هم بيقلدوا كشكل بس كخامه وتقفيل ما يعرفوش وضرب السعر كشكل بس صور على النت والسوشيال ميديا بس لكن كجوده وكماتيريال وكمنتج اصلي
للاسف. لا صعب ان دلوقتي تلاقي منتج كويس واصلي وسعره كمان رمزي. يعني كل الحاجات اللي استاذه جميله بتتكلم عليها باسعار رمزيه. حضرتك شوفي زمان لما كانت ست البيت بتحب تعمل البيضات بتاعت زمان كانت بتعمل ايه يعني؟ يا حرام تجيب قماش بالظبط وتفصل وغير كمان سعر التفصيل والمنجد يجي ويروح وياخد مصنعيه حصل لي وفي الاخر لقيت القماش بايظ وبينسل وفظيع. دلوقتي الحمد لله ست البيت قاعده في بيتها مرتاحه حلو جدا ان تبعت الصوره بيروح لها اللون اللي هي عايزاه الماتيريال اللي هي عايزاها المقاس اللي عايزاه حلو جدا يعني وفرنا وقت ومجهود ومصاريف قد كده ومفيش ضمان غير ان انا بفش لها بمعنى اصلا لا طبعا اكيد طبعا لا في برضو مميزات ثانيه عاوزين نعرفها شركتكم مميزات او عروض انتوا عاملينها جديده فبتميزكم عن احنا وكمان عايزين نتكلم على حاجه استاذه ايه يعني من ضمن كلامها اتكلمت عن التصدير من ضمن كلامك دلوقتي عايزين نتكلم عن التصدير برضو يعني دي برضو من مميزات البراند ان عندها التصدير الحمد لله احنا براند معروف وطلعنا شغل قبل كده بره مصر طلعنا شغل لقطر والبحرين والسنغال واخيرا هو السنغال ان شاء الله بنفتح سوق هناك تمام فربنا يوفقنا فيه باذن الله وانا حلمي ان يبقى عندي خط انتاج للتصدير خط انتاج منفصل خالص كده للتصدير ان شاء الله باذن الله اسعى بس انت اكتر وهتلاقي ان شاء الله والله ربنا اللي عالم يعني انا من الناس الحمد لله اللي بدي شغلي يعني كل ما املك بمناسبه شغلك بتديه كل ما املك بتدي البيت بقى ايه اكيد اللي بدي على اولادي جدا طبعا اولاد صغيره بتدي على اولادي جدا فالبيت ليه حق برضه فازاي تقدري توفقي ما بين كده وكده بحاول طبعا يعني انا لازم لا وانت شكلك بتحب الشغل جدا فاكيد مقصره شويه انا بحب شغلي قوي وببقى واخده شغلي كله على اعصابي اكيد يعني دي مشكلة دي المشكلة دي المشكلة اكبر مشكلة اي حد زوجي بيأثر بعد كده على البيت أكيد. على فكرة أكيد. والله زوجي دايما يقول لي اهدي من فضلك استاذة ايه ده على طول تقول لي اهدي من فضلك اهدي لا انا عندي لو اوردر اتأخر لا ابقى مش طبعا في مشكلة كبيرة عندي اوردر طلع فيه اي على فكره حاجة. العصبيه والحاجات دي من اساس النجاح على فكره الحمد ان انت عايزه لله. شغلك يطلع مظبوط الحمد لله انا ممكن انام وابقى بفكر في الشغل وانا نايمه ده كده كتير عايزين بس حضرتك تقولي للساده المشاهدين ازاي نتواصل معاكي في السراي كده فاضل لنا دقيقه بس حضرتك ارقامنا هي على الشاشه والبرشور موجوده فعلا على الشاشه اهي تمام موجوده هنا عليه ارقام زوجي علشان لو اي تعاملات جمله او اي شغل مع تجار او حاجه نشكر حضرتك ونورتينا حضرتك طبعا على الفقره الجميله ديت ومزيد من النجاح والتالق ان شاء الله يا استاذه جميله شكرا لحضرتك يا استاذه هند شكرا لحضرتك تزورونا فقره جديده من برنامج اسرار الحياه